الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. الانتخابات وعلاقات بغداد وأربيل على طاولة الشيخ الخنجر وبارزاني، تأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق المكونات العراقية. جهة متنفذة تصادر مراكز انتخابية بالفلوجة والقرمة وتحرم الناخبين من البيومترية، الأنباريون يؤكدون نوايا التزوير لن تمنع التغيير. شوارع جديدة تهدم وقديمة تهمل، صندوق الإعمار يرسم خارطة انتخابية على مناطق النفوذ ويفجر غضب الأعظمية. أعمار غائب ودمار غالب، معول الفساد يكمل دور الإرهاب، الحدباء تتوعد الدخلاء في ذكرى التحرير، حان وقت التغيير. 3 أيام بلا ماء و18 ساعة بلا كهرباء، أحياء الفلوجة تلوذ بالتناكر والمولدات، والكاظمي يقول فساد الكهرباء إرهاب. مرحبا بكم، والبداية من آخر تطورات الشأن السياسي، حيث بحث رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني 3 ملفات مهمة، بينها الانتخابات البرلمانية المبكرة. بيان لحكومة الإقليم أكد أن بارزاني استقبل الشيخ الخنجر وبحث معه الوضع السياسي والأمني العام في العراق، كما تمت مناقشة العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وأهمية حل القضايا العالقة على أساس الدستور، في حين شدد على ضرورة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق المكونات العراقية وتطلعاتها كافة. وفي صراع النفوذ على المراكز الانتخابية، أفادت مصادر مطلعة بوجود محاولات تقودها جهة سياسية لنقل مراكز انتخابية في قضائي القرمة والفلوجة إلى مناطق بعيدة عن الناخبين من خلال استحصال موافقات من محافظة الأنبار، تحت ذريعة أن المدارس التي تضم المراكز الانتخابية خاضعة لعمليات إعادة الإعمار. وأوضحت المصادر لقناة الفلوجة أن نقل عدد من المراكز الانتخابية في الفلوجة والقرمة يعني صعوبة وصول الناخبين إليها والإدلاء بأصواتهم، فيما كشفت عن السبب الحقيقي وراء عملية النقل، وهو أن جمهور هذه المناطق يخالف توجهات تلك الجهة السياسية المهيمنة على القرار في محافظة الأنبار، فيما دعا الناخبون مفوضية الانتخابات إلى منع نقل تلك المراكز الانتخابية لما فيها من مصادرة لإرادة الناخبين في إحداث التغيير المنشود. في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية أن مراكز انتخابية في مدينة الفلوجة تمتنع عن توزيع البطاقات الانتخابية البيومترية على الناخبين، ما لم تضمن أنهم سيدلون بأصواتهم لجهة سياسية معينة. وبينت المصادر أن مدراء مراكز انتخابية في مدينة الفلوجة يمتنعون عن تسليم البطاقات البيومترية إلى الناخبين، ما لم يضمنوا بأنهم موالون لجهة سياسية معينة في الأنبار، فيما دعت أوساط شعبية وسياسية مفوضية الانتخابات إلى ضرورة مراقبة عمل مراكزها الانتخابية في الأنبار ومحاسبة كل من يمارس ضغوطات وتهديدات على جمهور الناخبين لمصادرة إرادتهم الحرة. أثناء ذلك، أكد القيادي في تحالف عزم عيسى السائر أن الناخبين في الفلوجة والقرمة يخشون على أنفسهم من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لغير الجهة السياسية المهيمنة على الأنبار، لافتا إلى أن مراكز انتخابية في الفلوجة والقرمة أغلقت وحجبت عمدا أمام تحديث سجلات الناخبين، كونها تقع في مناطق لا يكون فيها مرشحون عن تلك الجهة السياسية. الآن أصبح المواطن وخاصة في الأنبار وفي الفلوجة تحديدا وفي مناطق أخرى أيضا، لأنه يخشى على نفسه من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لجهة مخالفة للجهة المسيطرة في مدينة الفلوجة. لأنه أنا أضرب مثال، أنه في مدينة القرم مثلا لم يكن هنالك التحديث يعني حقيقة في سجل الناخبين بالمستوى المطلوب، لأنه حجبت كثير من الأمور، المراكز لم تفتح أمام المواطنين للتحديث، وأيضا في مناطق الفلوجة أيضا أنه حجبت في المراكز التي تكون
يعني للجهة معينة ليس لها وجود في هذه المناطق، أيضا يعني كان التحديث بمستوى ضعيف جدا، وأيضا تسليم البطاقة الناخبين البيومترية المنجزة يعني كان هنالك تضييق جدا، وذلك ألقى بظلاله السلبية، لأن الآن أصبح المواطن عازف عن استلام بطاقته بسبب الإجراءات التي اتخذت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد المواطن. استنكارا لحملة الإقصاء الممنهج، أدانت عشيرة الجراسات المحامدة في مدينة الموصل استبعاد الشيخ علي حماد المحمدي من الانتخابات المقبلة، مطالبين رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء بالتدخل لإنصاف الشيخ المحمدي. تستنكر عشيرة الجراسات قبيلة المحامدة في محافظة نينوى بأشد عبارات الشجب والاستنكار بإبعاد أحد رموز قبيلة المحامدة الشيخ علي حماد سمير الشلال من سباق الانتخابات البرلمانية التي كفلها الدستور العراقي، سبق وأن تمت الموافقة وبقرار المحكمة الاتحادية بإشراكه بالانتخابات، وتم إبعاده مرة ثانية بقرار جائر من محكمة أخرى. نناشد السيد رئيس الجمهورية المحترم بصفته حامي الدستور العراقي والقضاء العراقي لإنصاف الشيخ علي حماد سمير الشلال وإعادة الحق إلى نصابه. في غضون ذلك، استنكرت عشائر الدليم المحامدة في محافظة ديالى إقصاء القيادي في تحالف عزم الشيخ علي حماد المحمدي من الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن الشيخ علي حماد من الرموز الوطنية التي أسهمت في الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي. كر عشائر دليم المحامدة في محافظة ديالى وبأشد العبارات العمل الممنهج لاستبعاد فارس قبيلة المحامدة في العراق وقامة من قامات المحامدة ألا وهو الشيخ علي حماد سمير الشلال، هذه الشخصية الوطنية الشريفة التي سعت دائماً في حل النزاعات العشائرية والاجتماعية في العراق، وكان صمام أمان في العراق، وكان يحافظ على النسيج الاجتماعي ووحدة العراق. ولا يعلمون إن الشيخ علي حماد سمير الشلال تاريخ عريق ومشرف من الأجداد إلى الآباء والأبناء. من جانبها، استنكرت عشائر المحامدة في بابل والفرات الأوسط استبعاد الشيخ علي حماد المحمدي من الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن إقصاء الشيخ علي حماد يعكس محاولات مريبة لمحاربة الرموز الوطنية العراق. تستنكر عشائر المحامدة في بابل والفرات الأوسط وبأشد العبارات العمل الممنهج من قبل الدوائر المعنية بالانتخابات لاستبعاد قامة من قامات المحامدة وهو الشيخ علي حماد سمير الشلال، والعمل الدؤوب لاستبعاد الشخصيات الوطنية والشريفة التي تؤمن بالقانون ومحاسبة الفاسدين. يبدو أن هناك جهات سياسية بدأت تسلك طرقا ملتوية لدعم مرشحيها، حيث أبدأ أهالي مدينة الأعظمية في بغداد امتعاضهم من ازدواجية توزيع المشاريع داخل المدينة بعد أن أقحمتها جهة سياسية في صندوق إعادة الأعمار المخصص لدعم المناطق المحررة. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. هنا منطقة الأعظمية، إحدى المناطق التي شملت مؤخراً بصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بضغوطات من جهة سياسية مهيمنة على مفاصل الصندوق. تهديم شوارع لا تحتاج بالأساس إلى إكساء وإهمال شوارع أخرى هي بأمس الحاجة إلى التأهيل وإعادة الترميم، لكون الأولى تعود لمناطق مرشح معين والثانية تعود لمنافسه في الدائرة الانتخابية، ناهيك عن التأخير في عمليات الإعمار لكسب الوقت حتى تقترب الانتخابات لاستخدامها كأداة ترويجية لصالح جهة سياسية معروفة لدى أهالي الأعظمية. أكو مناطق جاي يصير بها أعمار وهي ما محتاجة للإعمار، وأكو مناطق ما جاي يصير بها أعمار لأسباب انتخابية وجاي يستغلون هذا الموضوع.
استغلال صندوق الإعمار انتخابياً بدأ يزعج أهالي العظمية الذين طالبوا من خلال كاميرا الفلوجة رئيس الوزراء والجهات المعنية بضرورة الرقابة على مشاريع الصندوق والحيلولة دون استغلاله انتخابياً كونها مشاريع حكومية لا حزبية. احنا يعني نطالب بالجهات السياسية المعنية بعيداً عن الانتخابات وبعيداً عن الأمور السياسية بأنه تجي وتسوي خدمات لهذه المنطقة بعيداً عن الانتخابات الله يخليكم وبعيداً على السياسة. زين هذول مواطنين يردون يرتاحون لا أكثر ولا أقل. الحديث عن صندوق الإعمار لا يقترن بسوء الخدمات والدعاية الانتخابية فقط، بل يتعدى إلى مخاوف استغلال أموال المشاريع للترويج الحزبي، سيما مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحين يبدو أنهم احتكروا هذا الصندوق لغرض الانتخابات بدلا من الإعمار. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. ينضم إلينا عضو مفوضية الانتخابات السابق الأستاذ حازم الرديني. مرحبا بك أستاذ حازم. الكثير هنالك من المعطيات حقيقة. سلام خير على حياكم الله. حضرتك وعلى جميع مشاهدي قناتك الكرام. مرحبا بك. الكثير يرى أن هنالك معطيات كبيرة تمهد حقيقة لتكرار سيناريو 2018. الجميع يعرف، وخصوصا في المحافظات المحررة، نتحدث عن الأنبار، نينوى، صلاح الدين وغيرها. ما رأيك بذلك؟ بالتأكيد أنه هذه الانتخابات ستختلف عن جميع الانتخابات، كون أنه الظروف الأمنية التي يمر بها البلد هي تعتبر الأفضل رغم بعض هنالك الملاحظات، لكون أنه المناطق المحررة التي كانت الانتخابات في عام 2018 قد جرت وفق آلية المشروط وكذلك الحركة السكانية، لكن اليوم أنه قانون رقم 9 نظم العملية بشكل محكم، وهو سيساعد المفوضية على أن تكون إجراءاتها رصينة من خلال أنه تم اختصار التصويت جميع النازحين في كل العراق على التصويت فقط وفق البطاقة البيومترية، وبالتالي أنه نجد أنه اليوم سجلت المفوضية بحدود 120 ألف نازح فقط هم من يحق لهم التصويت، وبالتالي أنه ليس لدينا أي مخاوف كمراقبين لإجراءات المفوضية وكذلك لما جاء في قانون رقم 9، ونجد أنه إن شاء الله ستكون عملية أكثر رصانة على اعتبار أنه القانون نظم الكثير من الأمور التي كانت في 2018 نتيجة الظروف وكانت قريبة لتحرير المدن المحررة، لكن اليوم احنا اليوم في استقرار هذه المحافظات وكذلك لزيادة نسب التسجيل البيومتري، فاليوم عندنا أكثر من 16 مليون ناخب مسجل بيومتريا بعد أن كان لا يتجاوز هذا الرقم 13 مليون في عام 2018. نعم، ربما المفوضية حسمت الجدل عبر القانون الذي تتحدث عنه أستاذ حازم، لكن هنالك عراقيل ممنهجة وأحيانا متعمدة في بعض المحافظات، مثلا لديك محافظة الأنبار، هنالك متنفذين يمنعون مواطنين يعني أصحاب جمهور مكون معين أو يعني حزب معين، يمنعونهم من تسليم البطاقات البيومترية لحجج متعددة. أين دور المفوضية في ذلك برأيك؟ هذه الإجراءات هي إجراءات تنظيمية، وبالتأكيد المفوضية لديها مكاتب موجودة في كل المحافظات ومنها محافظة الأنبار، وبإمكان أي ناخب يجد أن هنالك من يعرقل حصوله على بطاقته والبيومترية أن يقدم شكوى رسمية ضد الجهة أو الشخص الذي يمنعه، ليكون قانون الانتخابات قد نص على الجرائم الانتخابية، وهذه النصوص جاءت أنه يمكن أن يكون هنالك حبس أو غرامة للشخص الذي يعرقل سير العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها، وبالتالي أنه البوابة المفوضية هي مفتوحة للشكوى. طيب، ماذا عن المراكز الانتخابية في المناطق معينة أيضا؟ باتت تغلق هذه المراكز، سابقا كانت عبارة عن مدارس أو شيء من هذا القبيل، باتت تغلق الآن لحجة إعمارها، وهي طبعا واقعة في مناطق جمهور معين، أليس ذلك نوع من المصادرة لأصوات انتخابية جماهيرية معينة؟ بالتأكيد هنالك أمور هي ليست من صلاحية المفوضية على اعتبار أنه المدارس هي تابعة لوزارة التربية، وبالتالي أنه هي ليست من نطاق عمل المفوضية، لكنها مراكز انتخابية. هذه المراكز هي يجب أن إذا كان مراكز انتخابية نعم، بس إذا كانت في مدارس آيل للسقوط أو مدارس أنه ضمن حملات الإعمار، فبالإمكان المفوضية أنه يكون هنالك مركز بديل قريب، ولا يمكن أن يكون هنالك بعد عن محل سكن الناخبين،
وأيضا هذه من الأمور التي يمكن معالجتها ولا أعتقد تشكل عائق، على اعتبار أنه كل المناطق هي فيها كثير من المدارس، فاختيار مكان بديل لأي مركز اقتراع قد هدم أو أنه نتيجة أنه فيه عمليات إعمار لا أعتقد يشكل عائق، خاصة أنه في هذه الانتخابات من المتوقع أن ليس يكون هنالك حظر أمني لحركة السيارات كما كان في كل الانتخابات السابقة، على اعتبار أنه الأمور الأمنية اليوم هي أفضل بكثير من كل العمليات السابقة. هل سمعت بالتدخلات السياسية في كركوك أستاذ حازم؟ البعض يشكو منها، خاصة المكوني العربي والتركماني يشكون من سطوة مكون معين على مكتب المفوضية في كركوك، ألا يعد ذلك تدخلا سياسيا حتى في عمل المفوضية؟ هذا أيضا شاهد آخر. بالنسبة لمحافظة كركوك لها وضع خاص، وبالتالي أنه نجد أنه في كل الانتخابات الماضية واليوم وحتى اللاحقة سيكون هناك اعتراضات، على اعتبار أنه هناك صراع كبير ما بين ثلاث مكونات كبيرة تتواجد في هذه المحافظة، لكن المفوضية بالنتيجة يجب أن تختار مدير واحد، وهذا المدير يجب أن يكون من أحد هذه المكونات الثلاث، فإذا كان من أي مكون بالتالي سيكون هنالك اعتراض من المكونين الآخرين، لكن أنه إذا كان هنالك أمور تخص الشخص وسيرته الشخصية بالنتيجة يمكن أنه تقديم الأدلة على ذلك حتى تستطيع المفوضية استبدال إذا كان لديه علاقات حزبية أو كان لديه أنه انحياز لجهة دون أخرى، لكن إذا كان أنه العمل بحيادية وبالنتيجة إحنا لا ننظر المكون بقدر ما ننظر إلى حيادية الشخص في العمل. برأيك هل ستقتصر مسؤولية المفوضية يعني على محاسبتهم قانونيا، لا أعرف ربما يحاسبوا أو لا حسب سطوتهم، أم على إبعادهم، أقصد هؤلاء الذين يستغلون المال العام للترويج الانتخابي؟ بالمناسبة هم بدأوه قبل الموعد المحدد الذي حددته المفوضية للترويج. أنا اليوم وبعد تجربة يعني أكثر من 16 سنة في مجال الانتخابات وفي أكثر من مكان في المفوضية، اليوم نحن نعمل كمراقبين في المجتمع المدني ولدي منظمة مجتمع مدني، صدرنا قبل عدة أيام بيان واضح وهو طالبنا الحكومة بأن يجب أن يكون هنالك إجازة إجبارية لجميع المكلفين بوظائف عامة، أي أنه أي موظف مهما كانت درجته سواء صغيرة أو كبيرة يجب أن يكون هنالك قرار حكومي بمنحه إجازة حتى يستطيع أنه يمارس الدعاية الانتخابية اللي حملته وبالنتيجة لا تؤثر على سير عمله. والموضوع الآخر أنه لا يستغل المال الذي تحت سيطرته أو صلاحياته في الوظيفة الحكومية، مثل ما طرحته في تقريركم أن هنالك الكثير من المدن نشهد أنه حركة إعمار غير مسبوقة خلال الشهرين الأخيرين، وسيكون هناك إعمار أكبر خلال 3 أشهر في هذه المناطق، ولكن هو كلها بأموال حكومية وليست أموال أشخاص، وبالنتيجة احنا يجب أن نبعد هؤلاء الأشخاص المرشحين إذا كانوا يتقلدون مناصب حكومية عن الوظيفة العامة خلال هذه الفترة، وبالتالي أنه نستطيع أن نحد بشكل كبير من استخدام المال الحكومي في الدعاية الانتخابية. نعم، عضو مفوضية الانتخابات السابق الأستاذ حازم الرديني كنت معنا، شكرا إليك. الأخبار مستمرة. وللذكرى السنوية 4 لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، حيث يستذكر العراقيون يوم 10 من تموز عام 2017 إعلان تحرير المدينة من دنس الإرهاب. وبرغم مرور 4 سنوات على إعلان النصر في الموصل، إلا أن الدمار والخراب ما يزالا شاخصين في شوارع وأزقة المدينة، حيث تواجه الموصل اليوم ما هو أخطر من داعش متمثلا بأيادي الفساد التي لا زالت تتاجر بمعاناة أهاليها، فضلا عن تحكم جهات من خارج المحافظة بمقدراتها ودوائرها. هذا وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيانا بمناسبة ذكرى تحرير الموصل، قال فيه إن حكومته حريصة على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفع المواطنون ثمنها بالدم، مؤكدا الوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء. وذكر الكاظمي في بيانه إن حكومته أولت اهتماما كبيرا بملف النازحين، وضعت برنامجا لإعادتهم إلى مناطقهم وتوفير الظروف الملائمة لإعادة استقرارهم واندماجهم مجددا في مجتمعاتهم، لافتا إلى تعزيز السلم الأهلي وتحقيق الأمن المجتمعي بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة لأهالي نينوى.
تزامنا مع مرور 4 سنوات على تحرير مدينة الموصل التي ترافقت مع استشهاد أكثر من 1000 مدني وجرح الآلاف، لا يزال ذوي الضحايا يطالبون بالتعويضات عما حل بمنازلهم وكذلك مناطقهم دون أن تجد مناشداتهم آذانا حكومية ونيابية صاغية. تزامنا مع مرور 4 سنوات على التحرير، كانت قوات مكافحة الإرهاب تتقدم في الموصل مزهوة بانتصاراتها ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن ملامح النصر ترافقت مع استشهاد أكثر من 1000 مدني وجرح الآلاف، فيما لا يزال ذو هؤلاء الضحايا يطالبون بتفسيرات وتعويضات. اللي راحوا ما يقارب 13 شخص، هي رضيعتي وولادها الاثنين ورجلها وأخو رجلها ومرته وبنته يعني وأمه وأخته وبيت خالي، راح لهم 3، زوجة خالي وابن خالي ومرته همينة، كلهم راحوا بالقصف. ما قمنا دعوة لكل أحد، لن تقيم دعوة. في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون، استخدم داعش الإرهابي المدنيين كدروع بشرية خلال معارك التحرير. وبعد 4 سنوات من معركة الموصل التي نجا منها بأعجوبة مع ابنه، لا يزال عبد الله خليل ينتظر التعويض. بترت ساقه من الركبة وظهره مغطى بكدمات وندوب وحروق، لكنه ما يزال يحاول معرفة مكان وكيفية المطالبة بأي تعويضات مستحقة له. حسيت بحرارة برجلي، شعوطتني رجلي شوية ربع ساعة ونسيتها. أنا ما أعرف الأثاث البيت الثاني مخصوف والقنبات هيشتعلون والتخت والخشب والعالم مشوية جوا شوي، وأنا ما أعرف. هكذا أصبح حال الموصلي بفعل آلة الحرب والدمار التي أتت على كل شيء في المدينة، ولعل عجز الحكومة عن تأمين التخصيصات المالية لتعويض المتضررين، تبقى المدينة على حالها عبارة عن أطنان من الركام يقف على أطلالها ضحايا وهم يحتسبون بقنوط وصول المساعدات. في نينوى أيضا، حيث تعهد رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يارلا بإبعاد جميع المظاهر المسلحة عن المراكز الانتخابية وحصر عملية تأمينها بيد القوات الأمنية، وذلك لإبعاد أي تهديد قد يصادر إرادة الناخبين خلال العملية الانتخابية. إخوانكم في القوات الأمنية سيبذلون جهود كبيرة في سبيل فرض الأمن بصورة أفضل، وأيضا خاصة ما يتعلق بموضوع الانتخابات سنعمل جادين أن تكون هذه العملية تجري بسلاسة وتجري بعدم تدخل أي جهة أخرى مسلحة حتى تفرض إرادتها على الناخب. في غضون ذلك، حث أعضاء تحالف عزم في محافظة نينوى المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وشددوا على أن يختاروا من يمثلهم ويغير واقع مدينتهم، محذرين من الانصياع خلف الجهات التي تستغل فقر ومعاناة الناس. اليوم يجب على المواطن اختيار من يمثله تمثيل حقيقي في المرحلة المقبلة، ومن يمثله تمثيل بحيث يكون هو الصوت الحقيقي للمواطن في نينوى ويطالب بالحقوق المسلوبة طيلة الفترات السابقة. نشيد من أهلنا في محافظة نينوى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات وانتخاب من يمثلهم في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، وعدم الذهاب وراء بعض المرشحين أو الذين يستغلون معاناتهم ويستغلون الفقر والعوز. إذن في الذكرى 4 لتحرير الموصل من قبضة داعش الإرهابي، تتواصل معاناة ذوي المغيبين في سعيهم الدؤوب لمعرفة مصير أبنائهم، ليبقى هذا الملف بمثابة الجانب الحزين من قصة تحرير الموصل. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير. انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل. في مثل هذا اليوم من عام 2017 كان سماع خبر إعلان تحرير مدينة الموصل ربما الأجمل في حياة جميع الموصليين بعد سنوات الظلام تحت حكم داعش الإرهابي، ولكن يبدو أن تلك الأفراح دخلت جميع بيوت المدينة إلا في تلك المنازل التي فقدت فلذات الأكباد وراحت ضحية التغييب القسري. أولادنا جانا لاحظوا على الانترنت أول من حرروهم صورهم موجود، ابني من ذات موجود.
الحمد لله احمد ربي واشكره، بس ما عاد عفوينه وما عاد لقينه، بس صورته تلقيناه، بس هو ماكو، صورته ابني قاب قلبي علينا موجود صورته، حتى البلاتين مال يده هي نفسه هو ولدي، بس وينه؟ 4 سنوات من الانتظار وما زالت الأم الموصلية تنتظر ولدها وهو يطرق الباب من جديد بعد أن بحت أصواتهن وهن يطالبن بكشف مصير أبنائهن المغيبين، لتمتزج دموعهن مع نياح قلب يقطر دما على فقد الأحبة. أمي 3 سنين على داعش قلنا ظلم، أنتوا حررتوهم غير خلصتوهم من الموت، طلعتوهم خلصتوهم غير تأخذوهم تحققون وياهم، اللي عنده شيء ياخذ جزاء، اللي ما عنده شيء يطلع الأهلة، ليش هالسكوت هذا؟ يعني اللي حقق يوم يومين 10 سنة مو 4 سنين، هاي من 2017 لهسه ماكو، وينهم؟ أيام تمضي وسنوات تمر وما زالت قضية المغيبين جرحا لم يندمل بعد، فصبرا يا أمهات المفقودين، فلا بد من فرج قريب يمحو جميع الأحزان وما تلاها من مآس، فرج قد يقترب حينما تبدأ الحكومة والجهات المعنية بالكف عن الشعارات والعمل جديا على إنهاء هذا الملف. يخابرني من الشارع كل اليوم وصلت وأنا خابر. حول هذا الموضوع ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الأستاذ محمد نوري العبد ربه، مرحبا بك أستاذ محمد. كما تشاهد 4 سنوات على تحرير الموصل ولم يعمر بناء مهدم حتى هذه اللحظة، الناس حينما تشكو أستاذ محمد تشكو حقيقة حتى عن النواب، أنتم أيضا مثلتم محافظة نينوى بشكل عام والموصل بشكل خاص، يقولون إلى أين الملتجأ وهل ذهبت أصواتنا سدى ولماذا لم نعوض حتى هذه اللحظة، كيف تجيبون؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة عندما يوكل الأمر إلى غير أهله هذه هي النتائج. اليوم ما موجود لدينا تخطيط واضح نستطيع أن نقدم به خدمات إلى أبناء محافظة نينوى. يعني إذا مثلا أخذنا ما هي الأهمية الأولى بالنسبة لأبناء المحافظة في عملية إعادة الإعمار، هل هي الأولوية هي إعادة الجسور أم المستشفيات أم التعويض أم البنى التحتية؟ لا يوجد لدينا خطة واضحة، لأننا لسنا بصراحة نقولها لسنا أصحاب قرار، نحن نطالب، نحن ندافع، نحن ننتقد، لكن القرار الأول والأخير كان بيد الحكومة المركزية. هناك عمليات هدر للمال العام حصلت بعد تحرير محافظة نينوى بمبالغ كبيرة جدا، هناك صفقات فساد أيضا حصلت بعد تحرير محافظة نينوى، وكنا دائما نتكلم عن هذه الصفقات وكنا دائما نتكلم عن هدر المال العام، لكن اليوم السياسي ما بيده سيف حتى يقطع رأس فلان أو يقطع رأس فلان لأنه هدر المال العام أو سرق. ما علينا أن نقدم الملفات، ما علينا أن ننتقد، ما علينا أن نوضح سواء للرأي العام الداخلي أو الخارجي أو الحكومة المحلية أو المركزية أنه هناك عمليات فساد، هناك هدر المال العام، هناك عدم إعطاء أولوية. يعني ليس من المنطق اليوم أن أتحدث بعد 4 سنوات عن ترميم جسر أو ترميم مطار أو ترميم مستشفى، هذا ما منطق بناء دولة. الدولة خلال 4 سنوات أو 5 سنوات ممكن أن تنتقل من مرتبة معينة متدنية إلى مراتب متقدمة في المجتمع الدولي، وشاهدنا بعض هذه الدول اللي في خطة ل5 سنوات مثلا، إذا ننطي مثلا أندونيسيا أحد الدول التي تقدمت خلال 5 سنوات وبنت أبراج ناطحات السحاب. اليوم أنت تتحدث لي عن 4 سنوات، أنا لحد الآن ما رجعت الموصل إلى ما كانت عليه في عام 2014. إذن هناك تقصير واضح. هذا بالنسبة للبناء ولإعادة الإعمار والتعويضات. المغيبين قصة أخرى ومفجعة، يعني نتحدث عن قرابة 8000 إلى 9000 تتحدث التقارير، 9000 مغيب في عموم نينوى، وحتى هذه اللحظة كأنما يبدو الملف من يتعمد إهماله وتغييبه، لماذا برأيك ومن المسؤول عن ذلك؟ شوف أخي العزيز، نتحدث عن المغيبين بشكل عام ونتحدث عن أشخاص معروفين بشكل خاص غيبوا بطريقة أو بأخرى سواء بغطاء الدولة
أو بالدولة نفسها. يعني اليوم لدينا مشكلة، لدينا مشكلة الدولة ولدينا مشكلة اللا دولة. اللا دولة تتعامل بالدولة نفسها. اللا دولة حتى موجودة في الموصل في نينوى وحاليا ترشح للبرلمان برأيك؟ من عفوا السؤال. أقصد اللا دولة موجودة ومتنفذة حاليا في الموصل ولديها ترشيحات أيضا في البرلمان. موجودة اللا دولة. اللا دولة موجودة في كل العراق، في كل محافظات العراق، في بغداد، في نينوى، في النجف، في هناك شيء خارج إطار الدولة، خارج القانون، يتحكم بالدولة، يتحكم بالقانون. كيف يتحكم؟ يتحكم بالدولة نفسها هي. يعني إذا نتحدث عن سلاح دولة، نتحدث عن أموال دولة، نتحدث عن اقتصاد دولة. إذا لدينا تضارب بهذا المشكلة. عندما نتحدث عن الإخوان المغيبين، يعني في غالب الأمر أين هؤلاء؟ كيف حصلت هذه معهم؟ أين ذهبوا؟ من اختطفهم؟ لا نجد إجابة واضحة بصراحة، لا من الحكومة ولا من الأجهزة الأمنية ولا كل القوات المسلحة، وأعني بها الجيش أو الشرطة أو الحشد أو ما إلى ذلك، أو ما يكون تحت غطاء الدولة أو ما يسمى بالقوات المسلحة. لا يوجد أي جواب. يعني اليوم عندما تتحدث مع حكومة مركزية وتقول هناك كانت سيطرات رسمية من قبل الدولة، هي من أخذت هؤلاء؟ أين تلك السيطرات؟ هي الدولة نفسها جاوبك تقول لك أنا ما أدري. طيب إذا كانت الدولة ما تعرف، إذا المواطن يعرف المواطن؟ لذلك يا أخي العزيز، نحن إن شاء الله سنباشر بهذا الملف قريبا فيما يخص الكشف عن مصير هؤلاء، إذا حصول على إجابات داخلية كان بها. إذا لم نستطع عن الإجابة عن 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 ها عن يعني عن مصير هؤلاء، سنضطر إلى تدوين هذا الملف سواء عن طريق المنظمات الدولية، سواء عن طريق المجتمع الدولي، سواء عن طريق الأمم المتحدة. يعني اليوم أنا غير مستعد أن أفقد 8000 أو 7000 شخص في محافظة نينوى بصفة مغيبين. على أساس أنا الداعشي متهم ومجرم، ما عندي مشكلة معه. أنا أتحدث عن ناس مدنيين حتى لا تنخلط الأوراق. يعني أكو من يخلط بالأوراق يقول لك هذول دواعش، يقول لك هذول انهزموا. لا، أنا ما أتحدث عن داعش، أنا أتحدث عن ناس مدنيين خرجوا من محافظة نينوى أثناء احتلال عصابات داعش. هؤلاء غيبوا في عام 2014 وعام 15 و16. طيب. كلهم غيبوا أثناء عملية التحرير، حتى ليس الخلط. في بعض الأحيان قسم من الأخوة السياسيين يمزجون الموضوع ويحولون الموضوع على أن هؤلاء دواعش. نحن لا نتحدث عن داعش، داعش موجودين، الأسماء موجودة، نعرفهم وتعرفهم الحكومة مثل ما احنا نعرفهم. نحن نتحدث عن أشخاص ليس لهم علاقة لا بداعش ولا حتى بالحكومة، ناس مدنيين، أصحاب عمل خاص ما لهم علاقة في كل هذه التفاصيل. خرج من الموصل إلى بغداد وغيب الطريق، خرج من الأنبار إلى بغداد وغيب، وهكذا. هذه طريقة المغيبين، وعليه سيكون لدينا موقف في المستقبل. بالحديث عن موقفكم أستاذ محمد نور، أنتم في تحالف عزم. نعم. بالحديث عن موقفكم، أنتم في تحالف عزم، لديكم خطة؟ بما أننا نتحدث وتقولون أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مفصلية لإزالة الوجوه التي لم تجلب المصلحة والنفع للموصل المتضررة، ما هي خطتكم واستراتيجيتكم؟ عفوا، خطتنا في ما يخص ماذا؟ الإعمار أم المغيبين؟ بما يخص الإعمار، بما يخص الإعمار وبما يخص المغيبين، نحن قادمون على انتخابات قريبة جدا. يعني هي الانتخابات إذا ما حصلت فهي بعد 3 أشهر. من الصعب أنه اليوم أنا أقول لك راح أسوي إعمار أو راح أبحث عن مغيبين خلال هذه 3 أشهر، لكن أنا أتحدث عن خطة آنية ومستقبلية. لدينا أولويات فيما يخص الإعمار في محافظة نينوى. لدينا خطة على إنشاء مشاريع استراتيجية لمحافظة نينوى. يعني اليوم أنا ما أتحدث عن بناء مدرسة، أنا ما أتحدث عن تبنية شارع، أنا أتحدث عن مشاريع استراتيجية كبيرة، ومنها مثلا إنشاء مطار السحاج الكبير اللي يعتبر هو هذا يعني مشروع استراتيجي لمحافظة نينوى. أتحدث عن بناء الجسر السادس أو السابع في محافظة نينوى اللي ممكن أن يفض الخناقات اللي موجودة في محافظة نينوى. أتحدث عن بناء مستشفيات خارج الحدود الإدارية لمحافظة نينوى في الوقت الحاضر أو خارج الموصل تحديدا، ب 400 سرير و 500 سرير و 200 سرير حتى أستطيع أن أوفي بالغرض. هذه خطة استراتيجية مستقبلية ممكن أن تنفذ خلال السنوات القادمة. أما الآن أنا ما أتحدث لك عن تبنية شارع وأتحدث لك عن مالي، أنا هذه مشاريع وقتية. أنا أتحدث كيف
أعيد نينوى وكيف أستطيع أن أقدم خدمات استراتيجية تعود بالفائدة على أبناء المحافظة. هذا فيما يخص ملف الإعمار، إضافة إلى ذلك جلب الشركات الاستثمارية الكبيرة فيما يخص القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع الكهرباء، حتى ممكن أنه ندخل في هذا الموضوع، وكثير من المفاصل اللي ممكن أن تعود بالوارد الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة في محافظة نينوى. الجانب الآخر هو جانب المغيبين، مثل ما قلت لك قبل قليل، احنا ممكن ان نتكلم مع الحكومه ومع الجهات المعنيه خلال الفترات القادمه، لكن اذا ما وصلنا الى بدون وجود اي نتيجه او لا توجد لدى الحكومه اي معلومه ولم نحصل على اي معلومات، سنضطر الى الذهاب الى المنظمات الدوليه المتحده، الى الجامعه حقوق الانسان لغرض الكشف عن مصير هؤلاء. نعم، كنت معنا القيادي في تحالف عزم الأستاذ محمد نوري العبد ربه، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. في حرب التصريحات التي تعقب الاستهدافات، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الاعتداءات التي تعرضت لها مصالحها في العراق مدبرة من إيران ومن الفصائل المسلحة المدعومة منها وفق قولها. واستبعد البنتاغون الحل العسكري للرد على الهجمات الأمريكية في العراق، مضيفا أن ما تريده واشنطن هو رؤية حكومة عراقية مستقرة وذات سيادة. بدورها كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وجود ضغوط داخلية يتعرض لها الرئيس جو بايدن بشأن آلية وطبيعة الرد على الهجمات المتصاعدة ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وذلك بعد تعرض هذه القوات لست هجمات صاروخية وطائرات مسيرة هذا الأسبوع وحده. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تزايد الهجمات من الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا أثارت موجة انتقادات أعضاء جمهوريين، اعتبروا أن الرد على تلك الهجمات غير كافية وغير فعالة، مطالبين إياه بوضع استراتيجية شاملة للوضع في العراق. لكن أعضاء ديمقراطيين أشاروا إلى أن بايدن لن يستطيع استخدام القوة من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وهو ما اضطر إليه ثلاثة رؤساء متعاقبون على إدارة البيت الأبيض في خوض حروب لا نهاية لها في الشرق الأوسط. بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة، تؤكد مصادر أن تصاعد وتيرة هذه الهجمات يأتي للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمطالبة واشنطن بالانسحاب الفوري من العراق، وذلك خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر الحالي. حرب مفتوحة تحدد جبهاتها الكاتيوشا والطائرات المسيرة المفخخة التي تقصف القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية، هجمات استهدفت مطار أربيل وقاعدة عين الأسد في الأنبار والسفارة الأمريكية في قلب العاصمة بغداد. لا هدنة مرتقبة بين الفصائل المسلحة وواشنطن حتى زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري بحسب مصادر مطلعة. فقضية مواجهة الطائرات المسيرة الآن هو أمر محير بالنسبة يعني للشارع، بالإضافة إلى الإعلام وكذلك حتى المتابعين للأمور العسكرية. هل يعني الأمريكان غير قادرين على التصدي لهذه الطائرات، أم هنالك يعني رؤية أخرى أمريكية قد يعني تخضع إلى قضية الدفاع عن النفس وتستخدم قوة ردع أكبر؟ فعلى الميدان مؤشرات تؤكدها مصادر داخل الأروقة السياسية بأن مسار التصعيد موجهة سهامه نحو الكاظمي بالضغط عليه لإبلاغ واشنطن بالانسحاب الفوري لا بجدولة الانسحاب، بالتزامن مع تأكيد الإقليم حاجته ببقاء قوات التحالف الدولي. نحن أمام معطيات عسكرية جديدة، قواعد جديدة، سلوك عسكري جديد. هذا السلوك أنا أعتقد بأنه هو مصدر من قبل الجانب الإيراني، هي ورقة جديدة تضغط فيها إيران داخل العراق. اليوم دخول طائرات الدرونز بشكل مباشر واستهداف قواعد حساسة في البغدادي وفي إقليم كردستان وداخل المناطق الثانية أدت إلى تغيير قواعد اللعبة داخل العراق، المواجهة الأمنية، الاشتباكات. مشهد معقد اليوم وما أثقل اليوم على العراق الذي يمر بتحديات داخلية سياسية وأمنية، إضافة إلى تعقيدات صراع واشنطن وطهران
وانسحاب أو بقاء القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة على أراضيه. بين هذا كله كيف ستوازن بغداد الموازين المختلفة؟ وهل يمكن للكاظمي أن يحل هذه الخيوط المتشابكة داخليا وخارجيا؟ من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. في ملف الكهرباء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن الفساد حال دون توفير الطاقة بشكل مستقر، مبينا أن من أساء لقطاع الطاقة عبر الفساد أو الإهمال أو المساومة السياسية فإن فعله لا يختلف عما يفعله الإرهاب اليوم باستهداف خطوط نقل الطاقة. وأضاف الكاظمي خلال اجتماع في وزارة الكهرباء أن الإرهابيين وداعميهم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل، محاولين منع استقرار المنظومة الكهربائية. وأشار الكاظمي إلى أن غاية هؤلاء الواهمين أن لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، لافتا إلى ضرورة ألا يتحول قطاع الكهرباء إلى مادة للصراعين السياسي والانتخابي. بالتزامن مع أزمة الماء التي تشهدها مدينة الفلوجة، أبدى المواطنون غضبهم الشديد من انعدام الطاقة الكهربائية في عدد من أحياء المدينة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فوق نصف درجة الغليان. تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التقرير. منذ الساعة 3 صباحا وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، يغرق عدد من أحياء الفلوجة في ظلام دامس نتيجة عطل أصاب أحد المغذيات الرئيسة للمدينة. والله من 3 إلى حد الآن كهرباء ماكو خلاص. 3 شنو؟ 3 بالليل إلى حد الآن الكهرباء المولدات تدق بس، ويجيك راس الشهر يقول لك لمبير ب 23 ب 24 ب 25 دينار. قالهم صارت دبي. لا والله شو ترجع على قبل، والله هواي أحسن لنا، هواي أحسن. على أصوات هذه المولدات يعيش أهالي حي نزار يومهم بالكامل وسط حرارة تخطت نصف درجة الغليان، ناهيك عن ارتفاع أسعار إجور المولدات التي تجاوزت 20,000 للأمبير الواحد، ليعيش المواطن الفلوجي بين شح المياه وأزمة الكهرباء. الكهرباء البارحة الليل كله ماكو، ولحد هسه عينا ماكو كهرباء، جتنا ماكو ربع ساعة وانطفت، وهسه كله على المولدات. لا الكهرباء هي احنا شايفين كهرباء، والله لا شايف ماكو كهرباء. هاي من يوميه نفس الحال، احنا هذا الصيف قضيناه، هسه الله وكيلك ترى على البنكه قاعدين، حتى المولدات يعني ما تنطينا امبريه صحيحه. يعني هسه انا من الظهر من الصبح لحد الان على البنكه قاعدين، هسه تفوت تشوف المبرده ما مشغلين خلاص. والله دمار، والله بنزال ماكو كهرباء نهائيا. يعني اكثر المناطق بالفلوجه هي حين نزال ما بها كهرباء، وطنيه ماكو بس على المولد. تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون هنا، يا ترى أين الوعود التي أطلقها نواب لجنة النفط والطاقة؟ أم أن المناصب قد أغوتكم عن معاناة أهلكم؟ لقناة الفلوجة الفضائية، أحمد ناجي. أعلنت منظمة الغذاء والزراعة الدولية أن العراق من الدول العشر التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء بسبب النزاعات الداخلية وتأثيرات جائحة كورونا. وقالت منظمة فاو في تقرير أعدته إن تأثيرات جائحة كورونا والنزاعات الداخلية أدت بشكل أساسي من حيث خسائر الدخل إلى تفاقم نقاط الضعف، وزادت المستويات الحالية من انعدام الأمن الغذائي. ضمن استراتيجية مكافحة الفقر، وزعت إدارة محافظة كركوك عقود ومفاتيح 300 وحدة سكنية شمال غربي المدينة بحضور وفد من وزارة التخطيط. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. استراتيجية مكافحة الفقر واحدة من الأولويات التي وضعتها إدارة كركوك لمعالجة أزمة السكن، خطوة أولى نفذت بافتتاح مجمع شوراو السكني. المفاتيح والعقود سلمت إلى أصحابها باحتفالية شهدت حضوراً حكومياً على مستوى وزارة التخطيط. المدينة بحاجة إلى سياسة إسكان جديدة واسعة
أيضا أعتقد بأنه ما ذكر السيد الوكيل واضح بأنه استطعنا أن نزيل كل المعوقات في قضايا التوزيع، شملنا كل المكونات لكي لا يكون هناك مجايدات إعلامية أو سياسية في هذا. اعتمدت استمارة إلكترونية في قضايا تصنيف المحتاج، وهذه كانت أيضا محايدة. اليوم تجد أنه كل مكونات كركوك تسكن في نفس العمارة بدون تمييز، هذا أمر مهم ومهم جدا. آلية التقديم جرت بسلاسة وفق معايير وضعتها الحكومة المحلية وإجراء قرعة منظمة شملت جميع مكونات كركوك وبنسبة 32% لكل مكون، مؤشر العدالة في التوزيع بات جليا من خلال الحاضرين. راعينا في كركوك بالاتفاق مع الحكومة المحلية، وحتى نبتعد عن مشاكل النزاع أن نتوزع هذه النسب على الأقليات بصورة متوازنة متساوية، تقريبا 30 إلى 32 لكل مكون، والأخوان المسيح موجودين بنسبتهم ضمن كل مكون. صارت منافسة على التنافس بين أهل المكون على النقاط وعلى الوحدات السكنية. تسألني والله أني يفرحني أكثر أنه ما نقرأ هذه القراءات، ولكن هذه الحاجة لازم يشعر بها المواطن أولا. خاطبتنا المحافظة الحضور إلى مجلس المحافظة وجرت القراءة هناك، والله أكثر من سنة، عام ونص تقريبا، وصارت قرعة في المحافظة كاباني وشيراوة، والحمد لله واليوم جينا نستلم. أكثر من 300 شقة تم توزيعها اليوم ضمن خطة مكافحة الفقر وأزمة السكن، مساع تجريها الحكومة المحلية باتجاه خطة تطويرية للمدينة وعلى كافة الصعد. لقناة الفلوجة عبد الله العامري، كركوك. نظم العشرات من الناشطين والناشطات وقفة احتجاجية في شارع المتنبي وسط بغداد للتنديد بمحاولات تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما اعتبروا أن بعض الفقرات المدرجة في التعديل مجحفة بحق الطفل والفطرة الإنسانية، وانتقد الناشطون التعديلات التي تسمح بسلب حضانة الطفل من أمه عند بلوغه 7 من عمره، فضلا عن منح الجد حضانة الطفل في حال وفاة الأب بدلا من منحها للأم. ودان المحتجون إشغال المواطنين بمثل هذه القوانين التي تضر المجتمع بدلا من أداء واجبهم ومسؤولياتهم في خضم الأزمات الراهنة. ياهت لزمه يحكي بحنان الأم وشن الأم وغيرها الأم، هاي إنجازاتها. يعني أنت بالنسبة لك إذا فرقت عن زوجتك يعني تسحب الأولاد وتعوفهم أم متأذية؟ هاي الأم اللي ضحت وتعبت وسهرت، أنت ما تقدر تسهر على ابنك، لا أنت ولا أمك ولا أختك، مو مثل حنان الأم. فهاي المادة المفروض تلغى وترجع المادة اللي كانت حضانة الأطفال للأم. مجلس النواب وهاي الحكومة ما جابت شيء فادت به الشعب، دائما ضد الشعب تطلع، وهذا القرار ضد الشعب، ضد المرأة. دا تريد تسلب حقوق المرأة، على أي أساس الرجل يتزوج بعدين يصيرون عنده أطفال، يأخذ أطفال شين المرأة كانت لعد؟ شنو قانونهم؟ شنو سووا 18 سنة شنو سووا؟ بالشوارع إحنا، بالشوارع، بالشوارع، يعني زوجة شهيد صار 18 سنة ما أملك بيت، ليش وأنا حقي؟ مو عراقي أني؟ نعم هي طفل، أنا ما أقدر أنطي ابني يتحملون مسؤولة جدة وعمة، لا صار 17 سنة منو ذكرني؟ قاعدة إيجار. زوجي من كردستان والله قاعدة إيجار، لا قانون هذا اللي هو انطاني حقي ولا أهله، واني أجي أنطي ابني، أجي أنطي ابني وبناتي. حمل عدد من أهالي محافظة نينوى رئيسة لجنة المرأة النيابية تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، مؤكدين أن المضي بتعديل المادة 57 منه ستؤدي بالمجتمع إلى مزيد من التفكك. عدد من المتضررين من المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل اعتصموا بالقرب من مكتب رئيسة لجنة المرأة النيابية في مدينة الموصل، مؤكدين رفضهم لتعديل هذه الفقرة التي ستخلق اضطرابات عائلية داخل المجتمع. طبعا نتعدل هذا القانون ونكون انصاف بين الرجل وبين المرأة. طبعا نحن جاي نشوف أطفالنا كل 15 يوم
ساعتين يعني. واغلب الاباء والاغلب الاباء خاصه اللي منكون اللي هو بالجيش وبالشرطه وبالحشد الشعبي، هذا اللي دوم 15 يوم 20 يوم من يجي وقت المشاهده ما يحصل مشاهده، ساعتين ما تكفي ترى. شلون القانون يقول انه يوظف في شؤون المحظون وهو يعني هاي الساعتين ما تكفي يعني صراحه، لا يدري بات يمه، وفي حال اذا بات يمه الطفل راح الاب ينسجن زين يعني، ومع ذلك الابن ما يقصر مع ابنه زين. صح الاميه نحن ما ضد المراه، نحن مع الام نحن بالعكس، بس لازم يكون انصاف بين الرجل وبين المراه. احنا بالنسبه لنا ما جايين لا وقفتنا مقابل مكتب الست النائبه يعني، ليش انت ضد التعديل؟ التعديل اصلا حق شرعي، وهذا الشيء الوحيد، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي اصلا اتفقوا عليه المجمعين السني والشيعي. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الانتخابات وعلاقات بغداد وأربيل على طاولة الشيخ الخنجر وبارزاني، تأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق المكونات العراقية. جهة متنفذة تصادر مراكز انتخابية بالفلوجة والقرمة وتحرم الناخبين من البيومترية، الأنباريون يؤكدون نوايا التزوير لن تمنع التغيير. شوارع جديدة تهدم وقديمة تهمل، صندوق الإعمار يرسم خارطة انتخابية على مناطق النفوذ ويفجر غضب الأعظمية. إعمار غائب ودمار غالب، معول الفساد يكمل دور الإرهاب، الحدباء تتوعد الدخلاء في ذكرى التحرير، حان وقت التغيير. وثلاثة أيام بلا ماء وثماني عشرة ساعة بلا كهرباء، أحياء الفلوجة تلوذ بالتناكر والمولدات، الكاظم يقول فساد الكهرباء إرهاب. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الفلوجة. شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.